نرى الآن طائرة الهليكوبتر التي كانت قد أجلت الرهائن الأربعة تصل إلى المستشفى. إذن كما نشاهد هذه الصور نشاهدها الآن، يعني صور مباشرة على متن هذه المروحية. إذن أسير أو أكثر، كنا قد شاهدنا قبل قليل أيضا صورا متعلقة بإحدى الأسيرات الإسرائيليات، وكان قد تم الإعلان أن هناك إجراءات لنقل هؤلاء المختطفين أو الأسرى إلى أحد المستشفيات في إسرائيل. نشاهد الآن حطت إذن هذه الطائرة، طائرة الهليكوبتر الآن كما نشاهد، ولربما يعني سيعلن أو لربما سنشاهد عدد الأسرى الذين سيصلوا. إذن نشاهد الآن إذن هذا أحد الأسرى، ونشاهد أيضا يعني الإسرائيليون بحسب ما نستطيع السماع الآن يطلقون يعني صرخات تشير للترحيب بهؤلاء المختطفين.